هل تعلم عزيزي المشاهد انك انت في اللحظة اللي قاعد تحضر فيها هذا الفيديو تراجع مستوى السعادة او تراجعت الاردن او تراجعت انت كشعب اردني على مؤشر السعادة 5 مراكز عربيا و36 مركز عالميا؟ والله شكلك لا تعلم. والله انا مبطل لي اسبوع بصراحة، ما كنت متوقع مع الشعب الاردني جاسر هالقد تراجع مستوى السعادة في الأردن 5 مراكز عربيا و36 عالميا عشان مضى كم يوم. والله مشكورين جميعا، والله بصراحة هذا هو الاشي اللي صار. بس اللي كلنا لا نعلمه أساسا، والواضح انه احنا لا نعلمه، انه أصلا الأردن موجود على مؤشر السعادة. الغريب طبعا زي أي مواطن عادي اني لما انا قرأت هذا الخبر دخلت قلت خليني اشوف شو قصة هذا الخبر، لقيت انه الأردن كانت فعليا على المركز 5 لمؤشر السعادة بين الدول العربية، لكن مع محاولات الحكومات لإسعاد الشعب الأردني، مع الأخبار اللي دائما الشعب الأردني يسمعها، ومع تصريحات الإمامات بتحسين العلاقة بين الشعب الأردني والحكومة، مع جهود نوابنا الأشاوس بأنهم يصوروا الشعب الأردني بأحسن صورة في مجلس النواب، أنهم يعكسوا أحسن صورة عن الشعب الأردني، مع كل جهود أمانة عمان لتكريم المعطائين في حفل ومؤتمرات، كل هاي طبعا أدت إلى إسعاد الشعب الأردني وتراجعوا 5 مراكز على المستوى العربي و36 مركز على المستوى العالمي، واللي بيخلي الأردن اليوم في المركز 10 عربيا وفي المركز 90 عالميا على مؤشر السعادة. هلا أنا ما راح أحكي كثير، ما راح أتفلسف كثير، لكن هل المسؤولين عارفين شو اللي عم بصير، أو ليش، أو شو بيأثر مستوى السعادة، أو ليش ممكن مؤشر السعادة يكون الضابع في الأردن؟ خليني بس أحط بين إيديكم جملة من الأخبار اللي سمعها الشعب الأردني بالفترة الأخيرة، واللي ممكن تكون هي السبب إنه الشعب الأردني مش مبسوط. خلينا مع بعض نشوفهم، المفروض إنك أنت كمسؤول تحطهم بعين الاعتبار وتشوف شو الإشي اللي ممكن تعمله لحتى ترجع الأردن على مستوى منيح في مؤشر السعادة، لأنه هذا بيعكس قديش مصداقيتك، قديش مصداقية الحكومة، قديش مصداقية المسؤولين في الاهتمام ب خلينا نحكي البنية الأساسية للشعب الأردني واللي هو أفراد هذا الشعب. أول خبر ممكن يكون مؤثر ومدوي إنه يخلي الشعب الأردني مش مبسوط، وجود 300,000 عاطل عن العمل في الأردن، هذا على حد التصريحات، وإن صح الرقم طبعا أنا متأكد إن الرقم أكبر من هيك بكثير، لكن خلينا نحكي إنه هذا الخبر المصرح فيه، وهذا اللي هو بيخلي جلالة الملك يسهر يوميا وإنه يؤرقه مش وجود داعش والإرهابيين قد ما هو وجود 300,000 عاطل عن عمل من الشعب الأردني. وما إنه الملك بوجه إنك أنت يا مسؤول إنك أنت تحاول تلاقي فرص عمل لهذول الناس، فأنت يجب إنك أنت تحاول تحل وتلاقي فرص عمل لهذول الناس، واللي ممكن يخليهم يرجعوا من المركز 10 عربيا على مستوى السعادة لمركز جديد أو مركز أحسن 5 4 3 8 حسب قديش أنت مشهور. خبر نكد على كل شرائح الشعب الأردني، أمانة عمان تكرم مجموعة من الفنانين بمناسبة عيد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، واللي كان من بينهم حليمي بولند، أنا بين الأهلال وغيرهم من اللي كان الشعب رفض ارتباط هذه الأسماء بمناسبة مثل عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكان لها صدى كثير كبير على الشعب الأردني. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، غرق مدينة عمان بسبب كمية أمطار على حد تعبير الأمانة أنها كانت هائلة وأكبر من المواسم السابقة، وعدم محاسبة المسؤولين على هذا المجال، والخسائر اللي صارت بوسط البلد واللي كلنا عشناها، واللي خلى شريحة كبيرة من الشعب الأردني تستاء، وأتوقع أن ذلك برضو بيأثر على سعادة الأشخاص إذا كان مستعفى هو شخص غير سعيد. مثل معناته النقطة الثالثة كانت هي غرق مدينة عمان بالأخص وسط البلد والخسائر اللي صارت للتجار في وسط البلد. النقطة الرابعة وهي الأهم، تقرير الشركة المحايدة عن الأمطار أو عن الفيضانات اللي صارت في مدينة عمان، واللي أجب عكس التصريحات تبعت أمانة عمان، واللي هو أكيد نكد على كل موظفين أمانة عمان، كل مسؤولين في أمانة عمان، واللي كان له أثر كبير منه هذول الشريحة الكبيرة كتير منكدين، معناته أكيد الأردن يتراجع على مؤشر السعادة. معناته هاي النقطة الرابعة اللي هو تضارب التصريحات مع حقائق الأمور الموجودة في باب غرق مدينة عمان والبنى التحتية الموجودة في مدينة عمان. خامس أو النقطة الخامسة،
معتصمين الجنوب اللي كانوا احنا طالبين وظائف، ما احنا طالبين غير يعني ما احنا طالبين لا 1000 دينار ولا 700 دينار، بدنا شيء اللي يسلك امورنا فيه بس. معتصمين على العمل واللي كان عندهم مطالب شرعيه واللي هي من حقوقهم بايجاد فرص عمل لهي الشريحه الكثير مهمه من الشعب الاردني، واللي اعتصموا لفتره كثير طويله عند الديوان الملكي، واللي اعتصموا بشكل كثير كبير او بشكل جاد جدا لايجاد فرص عمل لهم، والحلول اللي اوجدتها الجهات الرسمية اللي التقت بهؤلاء الشباب، واللي أنا من وجهة نظري بشوفها صراحة هي حلول فيها نية لحل الموضوع لكنها ليست حلول مناسبة وليست حلول جذرية لهؤلاء الشباب. النقطة الخامسة هم معتصمين الجنوب. النقطة السادسة واللي شفناها مبارح اللي هو الغارمات اللي في السجون. الغارمات اللي في السجون عدد كبير من النساء اللي اقترضوا واللي دانوا وإلى آخره، واللي انتهى فيهم السياق لأنهم يكونوا في السجون بسبب ضيق العيش، بسبب الفقر، بسبب عدم القدرة على السداد، مما أدى إلى صراحة أنه يتنكد على عدد كثير كبير من العائلات الموجودة في الأردن، وهذا شيء كثير مهم. فهي النقطة السادسة. صفقة القرن واللي قاعدين نسمع عنها من فترة طويلة، وهذا اللي هو جلالة الملك ضد صفقة القرن، وهذا هو الشيء اللي بيبسط وبيروح عن نفسنا من جلالة الملك مش مع هذه الصفقة، ويعتمد على انه الشعب في ظهره. احنا اكيد في ظهر جلالة الملك من هذا الباب، وان شاء الله انها ما تصير، وان شاء الله انها ما بتصير. فهي من الامور اللي هي تأكد تماما على الشعب الاردني، لانه الشعب الاردني والشعب الفلسطيني هم اخوان في الدم، في النسب، في الجيرة، في السكن، في المعيشة، في لقمة العيش، في كل شيء. النقطة الثامنة، التصريحات اللي قاعدة تطلع من ترامب تحديدا ومن غيره بأنه سيادة الجولان تكون لإسرائيل، وهي فعليا هي أرض محتلة ولا يحق لهم، وانتهاك الحقوق الدولية بأنه تكون الجولان تحت سيادة إسرائيل. هاي النقطة الثامنة اللي ممكن أدت إلى تراجع مؤشر السعادة 8 9 10 whatever. الضرائب، النقطة التاسعة، الضرائب اللي قاعدة تنفرض وارتفاع الأسعار الموجودة في الأردن، و تدني مستوى الدخول الموجود في الأردن اللي كلنا نعرفه هو أحد أهم الأسباب لتراجع مؤشر السعادة، تراجع الأردن على مؤشر السعادة. 10 خط الفقر الموجود في الأردن وأغلبية السكان في الأردن، أغلبية المواطنين في الأردن اللي هم أصلاً تحت مستوى خط الفقر واللي دخولهم ورواتبهم أقل من الحد الأدنى لخط الفقر، فهذا شيء أكيد راح يلغص أو راح يلغص عليهم لقمة العيش، وراح يخليهم شعب يتراجع على مؤشر السعادة. غير هيك قضايا الفساد، قضية الدخان، الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة اللي بيستهلكها الشعب الأردني، واللي ما بعرف إنها فاسدة إلا بعد ما يتم استهلاكها بيطلع خبر إنه الشعب الأردني يستهلك كذا طن شاورما فاسد، الشعب الأردني يستهلك كذا طن رز فاسد، الشعب الأردني يستهلك كذا طن مش عارف إيش فاسد، مما يؤدي إلى عدم ثقة بين الشعب، عدم ثقة الشعب بالحكومة، بالوزراء، بالنواب، بالجهات الرسمية، بكل مؤسسات الدولة اللي هو عايش فيها. وهذا مؤشر خطير، لازم كل المسؤولين انهم يتطلعوا لهذه النقطة ويحلوا هذه النقطة ويتوجهوا بتوجيهات الملك بالإشي المنطقي اللي احنا بنشوف انه لازم انك انت تحاول تحله، وانك انت توجه بالحلول الصحيحة انه تقدر انك انت تعيش هذا الشعب بأقل مستوى ممكن من مستويات السعادة، الرفاهية، الحياة الكريمة، الرواتب، فرص العمل، حقوق، الواجبات، يعني كل هاي الأشياء انك انت تحاول تشملها. ما عم بحكي انها حلول سهلة، لكن حلول يجب اخذها بعين الاعتبار. نقاط كثير ممكن تؤدي الى تدني مستوى السعادة في دولة من الدول وعدم رضا الشعب عن الحكومات والمسؤولين والحلول اللي قاعدة تتخذ، لازم ناخذها بعين الاعتبار. وما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، ويعطيكم الف عافية.